اسم ديالي مجدولي بن صغير، فنانة مغربية من مدينة الرباط تحديدا. قدر نقول لك عازفة عود، مغنية أو مؤدية بمصاحبة العود، مؤخرا ملحنة وكاتبة كلمات. فبديت هذه المسيرة ديال التلحين وكتابة الكلمات هذه شي سنة، أو هما كانوا عندي الأعمال من قبل ولكن خرجوا للنور هذه واحد سنة تقريبا. أول أغنية اللي كانت هي عيد، ودابا مؤخرا هذه واحد 3 شهور خرجت أغنية يمي، هذه هي من كلماتي وألحاني، واللي نالت إعجاب ديال بزاف ديال الناس، وكانوا فيها بزاف ديال الألحان، بزاف ديال المقامات بالنسبة للإيقاع أو الميزان أقلال اللي هو مغربي. وبالنسبة للكلمات فنقول لك كتبتهم يعني معبرين، كيعبروا عليا الكلمات ديال يومي، وكنت لحنتهم وصيفطتهم. يعني تنعاود ليستواغ دابا ديال الاغنيه، صيفطتهم للوالده في الليل مع شي 3 ديال الليل غير بالعزف على العود، هادشي قبل ما نسجلها في الاستوديو. صيفطتهم لماما مع ديك 3 الصباح، ناضت ماما تصلي الفجر وسمعتها مسكينه، قالت لي عاودتها شي 6 المرات وبكات. كنتذكر قالت لي زوينه بزاف وكتعبر عليك يا بنتي هاد الاغنيه. كلماتها كيعبروا بزاف على داكشي اللي عشتو ولا اللي في الحياه، وحاول تلقى ليها اللحن المناسب. يعني في الاول الا شتي راه اللحن ديالها حزين، ومن بعد في الاخر هذيك كنقول واليوم يا امي فقت من القلبه، يعني وضاحت الدنيا في عيني. فهنا بدلت اللحن ورديته لحن شقوري فرح، شويه فيه ديال الايقاع محرك شويه. وطاحت لي الفكره ديال انه علاش ما نعاودش هاد الاغنيه ديالي امي، عاودتها كوفر بالفرقه ولا الاوركسترا النسائيه ديالي. حنا فانا عندي اوركسترا نسائيه اسمها سحر القمر او ماجيك لون، تتكون من واحد 12 14 عازفه محترفه واكاديميات ما شاء الله عليهم كاملين، اغلبيتهم استادات في المعاهد الموسيقيه، وكنعزفوا اي ستايل، يعني اي ستايل كما كان، يعني سواء شرقي مغربي تراث، فعلى حسب الستيل كنزيدوا كيكونوا واحد العازفات. مثلا كاين شي حاجه غتكون فيها كونتر باس، شي حاجه ما غتكونش، شي حاجه غيكون فيها مثلا ساكسوفون، شي حاجه ما غتكونش، على حسب الستيل اللي كان ولا السهره ولا يعني لو تيم ديال السهره ولا ديال المهرجان. فحنا بدينا مؤخرا وقلنا علاش ما نعاودوش هذه الاغنيه ديال يمي بمناسبه عيد المراه وبالمناسبه ديال عيد الام اللي هو قريب ان شاء الله. وبهذه المناسبه كنهدي الام ديالي تحيه كبيره، وجميع امهات العالم وجميع المغربيات، امهات المغربيات ديالنا اللي ديما سند ديالنا، واقفين معنا وقاسوا معنا وصلونا. ف هذه الاغنيه ديال امي قلت علاش ما تكونش في هذا لو تيم ديال انه نعاودها باوركسترا نسائيه سحر القمر. وسجلنا، من هنا جات الفكره انه جا الكوفر. سجلنا الفيديو واللي هو موجود على اليوتيوب باسم يا امي فرقه او اوركسترا سحر القمر ماجيك لون مجدولي من صغير. فكنتمنى يعجب الناس ويعجب الجمهور. هو على حسب انتم عارفين آلة العود آلة عربية، ومهم واخا اصلها ماشي عربية ولكن هي آلة عربية تنعزف بها الموسيقى العربية الموسيقى المغربية. فانا كنبقى في هذا الستيل هذا ديال المغربي العربي الشبابي كذلك، اللي حاولت ندخل هذا الستيل هذا ديال ان العود يدخل في الاغنية الشبابية المغربية. فقلما دابا مؤخرا كنشوفوا العود في الاغاني الجديده اللي ديال الشباب. فحاولت ان ديما كنحاول ولا كنحاول ان ديما العود يكون داخل في سولو ولا في عزف في الاغاني ديالي، وكذلك يبان حتى في الفيديو كليب باش هاد الاله هذه ما تنقرضش في الاغاني دابا اللي كنشوفوا جديده.
بالنسبه للستيل ديالي ف يعني كنعزف انا كعازفه تنعزف كل شيء، وكفي الغناء المغربي الشرقي التراث الاندلسي الموشحات العربيه خليجي كذلك اي ستيل. هذا مقطع من اغنيه يموي كنهديه لكم حصريا، وكنهديه لجميع امهات المغرب والام ديالي اللي سهرت ليالي ورباتني وكبرتني والوالدين بصفه عامه. عقلي يا امي شوفي من حالي، يا امي تلفولي عقلي، يا امي شوفي من حالي، يا امي الدنيا غدارة بلاتني وضيعت جمالي، يا امي الدنيا غدارة بلاتني وضيعت جمالي. Thank you.